إلينا من دهوك العميد بهنام عبوش قائد وحدات حماية سهل نينوى. عميد بهنام مرحبا بك. يعني قبل أيام قليلة قمتم بالإغارة على قرية يسكنها الشبك وتهمتم بانتهاكات أو انتهاكات من وجهائها، ما الذي جرى هنالك بالتحديد سيادة العميد؟ قامت القوات وحدات حماية سهل نينوى بالتعاون مع قوات البيشمركة والقوة التحالف الدولي بالتخطيط قبل أكثر من شهرين، وطلب من عندنا تنفيذ هذا الواجب. قامت قوات وحدات حماية سهل نينوى بعبور الساتر الأمامي والدخول إلى قرية بدنة دون أي مقاومة، ما كان أكو أي مقاومة، ولا إحنا كان عندنا أسلحة ثقيلة حتى نتهم بأنه قمنا بأعمال تخريبية. لا، أول مرة بدنا من القرى والعزيزة على قضاء الحمدانية. القوة اللي دخلت قرية بدنة هي من قضاء الحمدانية، وقرية بدنة هي جزء عزيز من قضاء الحمدانية. ثانيا، احنا المكون مع الحمدانية تربطنا علاقات أزلية مع قرى المحيطة بنا، فأنا أعتقد هذه أشياء سياسية تثار. إذن لا صح الاتهامات بقيامكم بانتهاكات في تلك المنطقة سيادة العميد؟ لم يصير أي انتهاك وقيد شعر. نعم. طيب أيضا ثانيا، كانت القوات التحالف وقوات البيشمركة كانت تشوف المعركة كيف تسير، يعني عندهم التفاصيل الدقيقة. أنا أقول لأي واحد أنا أقبل الحديث مع أي واحد من قوات البيشمركة اللي كانوا قائد المحور أو النائب ماله أو آمر قيادة العمليات أو قوات التحالف. إذا قاموا الجنود وحدات حماية سهل أذية صخرة. طيب سيادة العميد ابقى معي لو سمحت، يعني أعود إلى دهوك إلى ضيفي من هناك العميد بهنام عبوش قائد وحدات حماية سهل نينوى. سيادة العميد، يعني هنالك ضمانات بمشاركة قوات الحشد المسيحي وحشد الأقليات الموجودة في سهل نينوى في معركة الموصل، وما هي أدوار هذه القوات خلال المعركة المرتقبة؟ احنا الحشد الآشوري وليس الحشد المسيحي، عفوا، لأنه نسمى بقوميتنا ولا نسمى بديننا، فأنا أعتذر منك أنه أن تسمينا هذه تسمية إعلامية. نلتمس منك المعذرة سيادة العميد، هذه تسمية إعلامية، تفضل. احنا كمكون عراقي أصيل راح نشارك قوات الجيش العراقي البطلة ونشارك أخواننا في قوات البيشمركة، وراح نكون إيد بإيد بحيث ثلاثتنا نمثل العراق بأكمله. راح نقاتل جنبا إلى جنبهم في مناطق تواجدنا في مناطق قضاء الحمدانية أو سهل نينوى. لا ندخل أي قرية أو أي مدينة يقول لنا الجيش العراقي أو قوات البيشمركة أن تسوي حزازيات، لأنه إحنا نريد نكون عامل مساعد في لم الشمل العراقي وليس في التفرقة. طيب، إحنا إذا أخواننا العرب قبلوا ندخل ندخل وياهم، إخواننا الشبك قبلوا ندخل ندخل وياهم، بس إحنا راح ندخل قرانا للمكون الآشوري. عدا هذا إحنا ما راح ندخل. طيب، يعني هل هنالك اتفاقات على مستقبل مناطق سهل نينوى بعد معركة الموصل، بعد القضاء على داعش في الموصل، بعد حسم المعركة نهائيا؟ هل هنالك اتفاقات؟ يعني نرى يعني اهتماما أمميا، الكونغرس قبل أسابيع يبدي اهتماما بقضية الأقليات، يقترح إنشاء محافظة لهم في سهل نينوى، مع أي الاتجاهات أنتم سيادة العميد؟ والله احنا بأي اتجاه يخدم وحدة العراق احنا وياه. جميل. احنا في اي اتجاه
يخدم مصالح كل فئات الشعب العراقي. يعني ما نريد بأنه إحنا يعني نكون مكون ويجي واحد من مكان بعيد يجي يحكمنا أهل المنطقة أو لا. طيب. أهل مكة أدرى بشعابها. يعني أعتقد يعني محافظة نينوى وما دام بها كل هالمكونات، أنا أعتقد بأنه إذا يعطى ولو مجال أنه المكونات تشعر بأنهم مواطنين من الدرجة الأولى، حالهم حال المكونات الكبيرة، إحنا راح نأيد أي اتجاه تقوم به الدولة المركزية بحيث يخدم الشعب العراقي، يخدم كل المكونات، حتى يشعر الإنسان بأنه يعتز بجنسيته العراقية، أنه يعتز بمكانه. لا يهمش ولا يلغى من الخريطة، لا، على الأقل يشعر به أنه إنسان متساوي للعربي، للكردي، للتركماني، للآشوري، كلهم لمة ورد تجمعهم بحيث ناس تساعد ناس في الوصول إلى بر الأمان بعد هذه الغمة الكبيرة وبعد هذا اللي أصابنا إحنا وإخوتنا من كل المكونات من التهجير والقتل والتهميش والاغتصاب. نتمنى بأنه أن نأخذ عبرة للمستقبل كيف إحنا العراقيين يجب أن نكون، لا أنه أي من هب ودب من هذه من الشرق أو من الشمال أو من الغرب يجي ويتدخل بشؤوننا. هذا العراق العظيم، هذه الدولة اللي وصلت التاريخ لكل العالم أنه من مقدمة العالم تسير بآخر الجدول بالعالم. يجب أن نفكر إحنا العراقيين، نفكر شلون نكون، شلون نخدم بلدنا، شلون واحد من عندنا يحط إيده بيد الثاني. ما نظل إيران تدخلت لازم تركيا تدخل، سوريا تدخلت، السعودية، لا، إحنا عراقيين عندنا القابلية، إحنا قادة العراق ولود لقادة سياسيين وعسكريين. إحنا أكو معركة وما أثبت الجيش العراقي إذا كان داخل العراق أو خارج العراق، ما أثبتنا بأنه إحنا قادة عسكريين أكفاء. فأرجو بأنه إخواننا السياسيين أن يأخذون العبرة، شنو أثبت؟ ما دخل الجيش العراقي معركة وما كان في مقدمة الجيوش، كانوا أمثولة للقادة الكبار. هذا العراق يجب أن نشيله بعيوننا. الأجنبي ما راح يوكلنا خبز، الأجنبي ما راح يحط إيدنا بمدى الزمان، إحنا لازم نحط إيدنا بيد بعض، العربي والكردي والتركماني والآشوري والشبكي، كلتنا إخوة أعزاء، الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الأرض، يجب أن نتعاون، يجب أن نوصل إلى بر الأمان، نوصل نخلق مستقبل لأولادنا، ما نخليهم عوائلنا تعبر البحار تموت بنص البحار. على مود دول كانت في مؤخرة العالم وإحنا العراق، هذا العراق الغني، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء به. ليش عوائلنا تقوم تفكر بالهجرة؟ ليش تروح تغرق حال الناس الفقراء؟ هذا العراق، ما الله سبحانه وتعالى كن انطى هذا النهرين العظيمين، النفط، كل شيء؟ شنو احنا العراق شي يعوزنا؟ انا بس يعوزنا انه نصفي عقولنا وضمائرنا طيب بين بعضنا ونحط ايدنا بيد بعض، واني اعتقد راح نوصل الى بر الامان. طيب سيادة، ماذا عن موضوع الجسر العائم الذي يربط مناطق اربيل بالموصل مباشرة؟ يعني هل لك ان تحدثنا عن هذا المشروع وهل أنجز أم أنه في طور الإنجاز عشية المعركة سيادة العميد؟ والله هاي يعني أنا بصراحة أتجنب الحديث عن أشياء تخص العسكر طيب. قدر المستطاع إذا أنجز أو في طريقة للإنجاز، بس هو سوف ينجز أو أنجز. أنا أعتقد بأنه هو هذا عمل عسكري طيب. يراد منه حتى القطعات العسكرية تقدر يكون لها سهولة عبور الآليات الثقيلة إلى حتى تدخل المعركة بسهولة أكثر.
عمل عسكري يعني حاله حال اي عمل عسكري. وما يعني ما اريد ان اكون انا ان اقول كمل ولا ما كمل علما انا كنت الى جانب هذه قبل طيب. 4 أو 5 ساعات واعرف تفاصيله. بس يبقى اني اعتقد تبقى احنا العسكر يجب ان نحافظ قدر المستطاع على أشياءنا العسكرية، لأنه إحنا دنحارب ويا عدو أو عصابات مع العدو ما عندها تمتلك ذيك الإمكانيات اللي راح يجي ويستطلع الجسر كمل لو ما كمل. فأني ما أريد أنطي معلومة عبر التلفزيون للأعداء ممكن أن يستفيدون منها. طيب احنا لا عندنا امكانيات استطلاع، ممكن ان نستطلع داخلهم حتى اذا ما تجينا معلومه، ممكن عندنا امكانيات، عندنا قوه جويه، عندنا طائرات ممكن ان تستطلع. هذا يعني مع الاعتذار طبعا لحضرتك. طيب سياده العميد، يعني بسؤال اخير لك لو سمحت، يعني العدو المقابل كما ترون أنه عبارة عن عصابات غير منظمة، طيب ما الذي أدى إلى سيطرة هذه العصابات غير المنظمة على أجزاء واسعة وشاسعة من العراق؟ يعني جنابك عسكري، ويعني حبذا لو يكون الجواب عسكريا بحتا. أنا راح أجاوب عسكري. أنا أعتقد العسكر هم مو بعيدين، هم أيضا أولاد عوائل مدنية. طيب هذه العوائل إذا بدأت تتفكك وقام واحد يقول لي هذا جيش مو عراقي، هذا جيش شيعي، والآخ يقول لي هذا جيش كردي، والآخ يقول لي هذا جيش سني، اللي تعبر سيارة ذاك يرميها بحجر، ماكو دولة بالدنيا بالكون على الكرة الأرضية ترمي جيشها بحجر. الجيش يمثل سيادة البلد، الجيش هو الصخرة اللي تحمي البلد، الجيش هو القبة اللي يحتمي كل الشعب العراقي. هل الجيش هو واحد يسمي لي جيش صفوي، والله يسمي لي جيش سني، والله لا، احنا عراقيين، هذا العراق، العراق عربي كردي شيعي سني مسيحي شبكي يزيدي، كل هاي المكونات. فإذا هذا جيش يجب أن يتكون منها. طيب. مع الأسف هو اللي سقط الموصل أو المدن الأخرى سقطوها السياسيين قبل العسكريين. العسكريين أيضا كان لهم ذنب، هو وجود قادة غير أكفاء جايين بالواسطة، مثل ما الإخوان السياسيين رادوا يأخذون فلوس البلد كلها، أيضا كل واحد يجيب من معيته. خلي يجيبوا لي أثناء ذيك الفترة 10 قادة عسكريين بهذه الرتب الكبيرة. يعني إحنا لو إحنا نتحدث على الملازم، ملازم أول ممكن ما تعرف كفاته، بس إحنا من نتحدث عن عقيد عميد لواء لا نعم. معروف تاريخه، نعرف هذا كفو لو ما كفو. طيب سيادة العميد، نعرف هذا إجابه لو ما إجابه. نعم. العفو، وصلت الفكرة، أشكرك جزيلا العميد بهنام عبوش قائد وحدات حماية سهل نينوى، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ولكل ما تفضلت به من معلومات.